اكون خدامك معلم، وانا من ايدك هي لايدك هي. وانا رح خليك عندي. كتر خيرك يا معلم، كتر خيرك. بس بدي اقول لك على شغله، ابو الرجا ما بيلعب معه. اذا بتفكر انك تلعب بديلك، مو بس بقصر لك اياه، وبقص راسك معه. مفهوم؟ مفهوم معلم، مفهوم. جربني معلم، جربني. روح هلا. دادوش مور معلم، فهموا على شغلنا. مشي. هيك واحد بدك تدير بالك منه منيح لك يا ابني. راح نحطه تحت الانظار يا ابني. جربوا مثل ما بدك. هلا ما قلت لي ليش بدك تقتله لابو عامر لكداس؟ هيك بديت له هيك يعني. ما بدك تقول وتحكي. لا ما بدي اقول شيء هلا. ايه اصطفي بسيطه، بس رح يجي يوم واعرف كل شيء. تاخد راحتك كتير، انت بحماية ابو الرجاء. هون ما حدا بيقدر يصلك ولا يجيبك، لا كركون ولا غيره من الناس. بقى لا تخاف. شو بكي امي؟ شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ لك امي شو في؟ قولي لي شو في؟ عمتي بوس ايدك يا عمتي، بس تطلعي برات البيت، يا اما خديني معك، يا اما خليني روح زور عند الجيران. ليش شو صاير تقبريني؟ ابنك عمتي، ابنك قداس عم بيضايقني كثير. الله لا يوفقه، شو عمل؟ يعني عم بيقلل ادب معي كثير، وكل ما تطلعي انت من البيت ما بلاقي غير شراف، وببلش يسمعني كلام وشي بينسمع وشي ما بينسمع. قولي على قامته شو قولي لترباية؟ عمتي بوس ايدك يا عمتي، بس تطلعي برات البيت لا تتركيني لحالي. الله يوفقك. خلاص يا امي خلاص، لا تخافي، رح اقعدك معي، ما رح اتركك ابدا. لا عمتي يلعب ابو العيشه، الله يخلصني منه عن قريب يا رب، الله يخلصني منه، الله يخلصني. قداس عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد.
كبير الحارة بده يتجوزني؟ لك ايه بده ياكي؟ عمتي كبير الحارة بده يتجوزني؟ ان شاء الله الف مبروك تقبري قلبي، صبرتي ونلتي يا امي، وكبير الحارة رح يتجوزك. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. لحتى تعرفي يا فوزية قديش كداس خايف عليكي، وهي سعيت لك بجوازي من كبير الحارة. كتر خيرك يا كداس، والله والله ما رح انسى لك هالمعروف طول ما انا عايشة. شو عليه؟ بكرة بس تصيري وتتصوري وتعيشي عنده نعيم ومصاري وخيرات وجخ ورخ، لا تنسي هذا البيت يلي رباكي لك فوزية. لا يو شو انسى؟ مو فوزية اللي بتنسى يا كداس. اي والله والله لا اقلب لكم كل حياتكم وما خليكم تعتازوا حدا بكل هالدنيا. شو عليه؟ قال يا حواجبه يا عيونه، على المختسل كل شي بيبان. بشير افندي هاكيني، مو المفروض انك تلاحقه لكداس وتلقطه وتبعته على القلعه مشان يشلقوه؟ لما بنمسكه بنحوله على القلعه. مختار على خير، على خير ان شاء الله. طمن مختار، ما تفكرني نايم على مشاكل الحاره، عم تابع مشكله فيها. وشو مشان المستوره كامله سيدي؟ استاذ فهمي لسه ما اعترفت فوزيه، بس تعترف نكتب تقريرنا للعادليه وبيطلعوا كامله منيح. طيب ليش ما اخذت اعترافها لما كنت عندها؟ ما قدرت، لانه حالتها كانت خطيره. واذا ماتت انت ما رح تصدقه لابو عامر، مو هيك بشير افندي؟ شو هالسؤال استاذ فهمي؟ طبعا ما رح صدقه. يا بشير افندي منخاف تموت فوزيه، فيا ريت هلا تروح تستجوبها، لانه في روح بالحبس عم تستنى الفرج. والله معك حق. قول الله وروح استجوبها قبل ما يفوت الاوان. انت بتامر مختار؟ بتامر. يلا يا رب. شرف مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سميح، ممكن يلي كلفته يقتلوا مجتمع ما قتلوا، ونحن ما ارتحنا. مش يا مظهر الرجال اللي كلفته عمل اللي عليه وزيادة وأكثر من الطلب منه، بس أبو عامر مثل القطاط بسبع أرواح، تعرفها هاي؟ يعني رح تجرب مرة تانية؟ طبعاً رح تجرب، وقريب كتير رح تسمع خبره وخبر المختار كمان. منشوف إذا كنت صادق. لا يا كوماندان، ولو صادق وعلى كيف كيفك. عرفت مكان مخربين؟ قريب كتير رح أعرف لك وين. أتمنى ذلك، نحن نثق بك كثيراً مشي مظهر. ونحن كمان نثق بك كثيرا كوماندان. كيف علاقتك بحارة ابو صخر؟ يعني انا قلت لحالي عجيب، بركي كداس مرق لعندكم. شو جاب هذا الواطي لعنا؟ يعني انا اسمع، ايش كان اجى بطمنا؟ ما راح يطلع من هون غير محمد بعد عملته الواطي مع الحريم. شلون عجيب؟ حاولتني هلا وبعدين؟ وإمتى ما شفته؟ ما حدا قتله غيري أنا. اقتلوا عقيل يسلم دياتك، عملوا مجرمشة أكبر قطعة في قد راس العصفور، لا تؤاخذنا. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام. اسمع عبيب، مرني عقيل. هذا الحيوان ما بصير يفوت حارتنا مرة ثانية. صار عقيل. قصدي تشكيلات والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهونة. بشير افندي راح لعنده على المستشفى مشان يحقق معه، ان شاء الله يلحقها قبل ما تموت. ان شاء الله يا رب. استغفر الله العظيم، لك معقول الناس يعملها؟ لك معقول يعتدي على شرفه لابو عامر اللي هو بعمره ما قصر معه بنوه؟ الله يكون بعونه. الله اكبر الله اكبر. والله يا جماعه الخير انا هالشغله هي ما عم تفوت بعلي بنوه، شلون كل سنين عم نربي بها الولد وهو ماله ابنه؟ الله يكون بعونك يا ابو عامر. الحقيقه لازم نوقف معه وما نتركه لحاله بمصيبته. شنو حالته؟ والله بتصعب على الكفار. اي والله، وانا عم بقول يعني شو رايكم نروح لعنده هيك كلياتنا نجمع بعضنا ونروح؟ يعني انا برايي انك تروح لحالك لعنده وتواسيه، يعني شنو مو حلو يروح معك انا هلا. ايوه مزبوط عم يحكي يا ابو جميل، شنو مبني اي نحرج منا من الشغله اللي صارت معه. ايه شو عليه، بروح انا لحالي
وهلا كمان. يا الله. جيبولي ابني، جيبولي ابني. بدي ابني.